ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم سي مينا بروف دو فرونسي دو طنطا. اجوردي اون فوا كونتينوي لا ريفيزيون، هنكمل مع بعض الريفيجن بتاعتنا. اون ترميني، احنا خلصنا مع بعض يونيتي 1. النهارده هندخل على يونيتي 2. اسم اليونيتي لو كلوب دي جورمون. قلنا ان كلمه لو كلوب معناها نادي او مجموعه من الناس بيشتركوا في نفس الكاركتير. صح، اليونيتي دي بتتكلم عن جورمون. الجورمون معناها لا بيرسون كي اي مونجي، شخص بيحب ياكل، وجورمون هنا فيها اخرها اس لانهما جمع. لازم نتعرف على البيرسوناج بتاعه اليونيتي دي. بيقول سالو جو مابيل سريل جي 17 اون اي دومي. انا اسمي سريل، جي 17 اون، عندي 17 سنه، اي دومي. نمسك مع بعض دومي في اليونيتي 1. قلنا ان دومي لما بتيجي مع الساعه بنحط لها حرف الاو علشان كلمه اور اللي هي ساعه فامينا مؤنثه، لكن هنا دومي جت من غير الاو لانها جايه لكلمه اون، جايه لكلمه مين؟ اون. وكلمه اون بمعنى عام وهي ماسكولين مذكره. قلنا برضو لما بتيجي مع كلمه ميدي ومينوي اللي هي الساعه 12 ظهرا والساعه 12 منتصف الليل، تيجي برضو دومي من غير حرف الاو. يعني حرف الاو بيتحط بس لو لقينا كلمه اش او لقينا كلمه اور. ما هي اش الابريفاسيون بتاع كلمه اور، اختصار لكلمه اور. عندنا سريل بيحب جيم لجلاس، بيحب الجلاس او الايس كريم، بيحب لفوياج الرحلات. نمسك مع بعض كلمه فوياج يا جماعه. اي حاجه اخرها اج، مقطع اج اللي هو الاي والجي والاي والاس، بيبقى ماسكولان، يعني ياخد الارتيكل ان او ياخد الارتيكل لو، ما عدا كلمه باج اللي هي باج بالانجلش، ما عدا كلمه بلاج اللي هو بيت الشاطئ، ما عدا كلمه كاج اللي هو قفص. صاحب مصري جينيم با الفريت، ما بيحبش البطاطس. جينيم با لمات اللي هي اختصار لكلمه ماتيماتيك اللي هي مات. في اليونيتي دي هنتكلم عن الاليمون، الاكل، البواسون، المشروبات. هنتكلم عن غيون، غيون دي سوبر مارشي، اقسام السوبر ماركت. هنتكلم ازاي نعبر عن اكسبرمي دي كونتي، ازاي نعبر عن الكميه، ونعمل فيغ دي زاشا مع بعض شوبينج. تعالى نتعرف زي ما اتعودنا، ان قلنا ان التكست او الديالوج او المحادثه الكونفرساسيون بتاعه اليونيتي بيجي منها حاجات كتير. زي ما قرينا الانتي ان، واللي ما شافش الفيديو موجود في القناه. هندخل مع بعض نتعرف على اول حاجه ثلاث اماكن بنشتري منهم المنتجات، هنلاقيهم في الكتاب. اول مكان بنقول عليه ابيسغي، ابيسغي ده معناه محل بقاله. تاني حاجه هنلاقي مارشي، مارشي سوبر ماركت. ثالث حاجه هنلاقي سوبر مارشي، سوبر مارشي اللي هو سوبر ماركت، عندنا مارشي اللي هو سوق، وسوبر مارشي اللي هو سوبر ماركت. نبص عليهم في الكلمات، هنلاقي سوبر مارشي، مارشي فرق ما بينهم كلمه سوبر، سوبر مارشي بس، والكلمتين دول اخرهم حرف الاو اكسنت دي لكنهم ماسكولين. نركز يا جماعه في الحاجات الاكسبشن دي. طب دي تاخد حرف الجر اللي هو بروبوزيسيون او اللي هي الاي واليو، يديني الصون كده نطق او، واقول او سوبر مارشي يعني في السوبر ماركت، الى السوبر ماركت، او دون لو سوبر مارشي في السوبر ماركت. هنا لو مارشي السوق، ابيسري اللي هو بقاله. في اليونيتي ديت احنا دلوقتي هنكون في لاغي في الشارع، بس قبل ما نكون في لاغي هنكون في الميزون الاول. في الصوره ديت، الصوره ديت احنا قاعدين في الميزون، سريل واخته وبيتكلموا مع بعض عن تجهيز عشاء لاصحابه عشان هيجوا يتعشوا عنده في البيت. تعالوا نقرا الدوكيومون ونشوف الحاجات اللي فيها ملاحظات. بيقول لي هنا ايه؟ دون لاغي في الشارع، سريل انفيت جولي. سريل دعا جولي. نركز مع بعض الفيرب انفيتي. خدنا في اليونيتي 1 السي او دي، السي او دي والسي او اي اللي هو الكومبليمون دوبجي ديريكت وكومبليمون دوبجي انديريكت، مفعول مباشر اللي هو بنعوض عنه بلو لا الا ابوستروف لي، والمفعول اللي بنقول عليه انديريكت الغير مباشر بنعوض عنه الوي ولو. ساعات يجي لنا فيرب انفيتي ونسال نفسنا هو يدعو؟ أقول بالعربي أدعو علي، أدعو منى، يبقى كده جولي هنا بنقول عليها كومبليمون دوبجي ديريكت مفعول مباشر.
يعني لو انا عايز اشيل جولي واعوض عنه بغنو هنجيب مكانها لا، يبقى نقول ايه؟ سريل لا انفيت. ولقينا الفيرب بادئ بحرف فوايل اللي هو حرف الاي، ساعتها الا ابوستر. والناس اللي مش مركزه معايا انا هوري لكم المكتوبه ازاي برضو، عشان في ناس بتكون عايز تفهم اكتر في الكتابه. بصوا كده يا جماعه معايا، بيقول لي سريل انفيت جولي، هنكبر الخط كمان. يقول لي هنا سريل انفيت جولي، بصوا كده معايا، جولي هنا ده الكومبليمون بتاعنا اللي هو الاوبجيه قلنا المفعول ده. هنا مفيش هنا بريبوزيسيون حرف جر، يبقى ده كده ديركت على طول. وقلنا الديركت خدنا اول حاجه الديفيني المباشر المعرف، عشان النهارده هناخد الانديفيني غير معرف. خدنا المعرف يكون في ارتيكل ديفيني الف ولام لو لا الا بصوا في الجمع، يا اما ماما مي تون تطي صون تطي صفات ملكيه، يا اما الادجكتيف ديمونستراتيف صفات الاشاره اللي هي سو سات سات سي، يا اما يكون اسم علم او اسم شخص. فهنا جولي كده مفيش حرف جر، جولي نعوض عنها المفروض بلا، نحط لا قبل الفيرب اللي يخصها، بقت هنا انفيت، يبقى بقت سريل لا انفيت. انا بقول لكم هنا ايه المشكله اللي حصلت، ان انفيت ده فيرب بادئ بحرف فويل، في ساعتها ما ينفعش نقول لا، نختار الا ابوستر. بيجي لنا في الامتحان ونركز ان فيرب انفيت بيجي وراه كلكا من دون بريبوزيسيون، دون حرف جر. نكمل مع بعض. فبيقول لي هنا ايه سري، بيقول لها ايه ما شيغ سيغ، اختي العزيزه. شيغ ديت ادجكتيف صفه، وحطينا حرف الاولى انها جايه لكلمه سيغ، والشيغ تيجي بمعنى غالي الاكسبنسيف. هقول لك مثلا ايه، لا كلاس اي شيغ، الايس كريم بيكون غالي. هنا ما شيغ سيغ يعني ماي دير سيستر، اختي العزيزه. بو تي يعني كان يو، مي دي يعني هيلب مي تساعديني. الام ابوستروف ديت جايه للسريل، ده ضمير متكلم، ساعديني انا. دوما دو دوما تومورو ا بريباري. نركز مع بعض ان بعد فيرب ايدي بيجي ا وبلس الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ يعني فيرب مش كونجيجي، مش متصرف. يعني معنى الجمله ممكن تساعديني ان اجهز، او في تجهيز، نخليها اكتر في تجهيز عشان نعرف ان في تجهيز، يعني في يعني يبقى ايديه هيلب يجي وراها بليس الفيرب في الانفينيتيف، يعني فيرب نو كونجوجي با. ان بوتي، ان بوتي ديني دينر. في اليونيتي ديت هنتكلم عن الكاتر، كاتر غبا، اربع الوجبات. مي زامي اصحابي. خدنا مع بعض ان مي دي اللي هي الادجكتيف بوزيتيف صفات الملكيه، ماما مي هنا مي عشان امي بلوريال جمع. فجولي قالت له ان ديني عشا اون فا كويزيني. هنا كتير بروش يا جماعه، المستقبل بمعنى احنا هنطبخ، او وي ويل يعني كوك هنطبخ. اون فا كويزيني. ونركز مع بعض الاون ده اللغه اورال، أو لغه درجه، فاميليي بنستخدمها اكتر للتسهيل اللغه، بدل ما نقول نو. لو انا قلتها نو هنقول نو زالون كوزينيي، هيبقى في تقل شويه، فنقول اون فا كوزينيي، كوزينيي. ونركز مع بعض ان كوزينيي ده فيرب، لو انا شلت الاو بتاعته كده هتبقى ان كوزين، مطبخ. اربط الكلمات واحفظ، هتلاقي نفسك فاهم اكتر. يعني لو انا عندي فيرب اهو اسمه كوزينيي، ده فيرب بريمي جو. طب لو انا قلت ان وشلنا الاغ اللي في الاخر هتبقى ان كوزين، بمعنى مطبخ، بمعنى ايه؟ مطبخ. طب لو انا قلت الشخص اللي بيطبخ اسمه كوي زين نيه، كوزينيه. طب البنت المؤنثه هنحط ايه في الاخر؟ تمام، كوزينيير، كوزينيه، كوزينيير. يبقى انا حفظت ثلاث كلمات من كلمه واحده. طب انا عايز اقول انا بطبخ، يبقى فيغ لا كوزين، ده من الطش ميناجير، الحاجات اللي واخدينها في ثانيه ثانوي، طش ميناجير، اعمال منزليه، فيغ لا كوزين. يبقى كوزينيي ده فيرب، ان كوزين المطبخ نفسه، كوزينيي الطباخ، كوزينيير طباخه، فيغ لا كوزين يعني معناها بيطبخ. فقالت له ايه؟ اون فا كوزينيي؟ قال لها نو 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 لا 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 لا، جو في فيغ، اي ويل دو او اي ويل ميك، انا هعمل ان نورم، نورم سلاد، يعني هو عازم اصحابه على سلطه. مي اكومباني موا،
خدنا في المراجعة اللي فاتت وبأكد اللي فاتك اتفرج عليها مهمة. أكومباني هنا أمبغاتيف أمر، أمر مع تي عشان هو بيكلم أخته، وحذفنا حرف الإس لأن ده فيرست جروب برمي جروب. أكومباني مو ما ينفعش أقول أكومباني مو، أقول أكومباني موا. ما ينفعش أقول مثلا أكومباني توا، لا أقول ما ينفعش أقول أكومباني تو، أقول أكومباني توا. فيغ لو كورس، فيغ لو كورس. المرة اللي فاتت أكدنا فيغ دي كورس وفيغ لو كورس، قلنا دي كورس شوبينج أون جينيرال، لكن فيغ دي كور لي كورس يعني تي فوا أشيتي لي زاليمو إي لي بواسون، هتشتري مأكولات. سيل تو بلي من فضلك، فقالت له داكور. هما بقى ماشيين في الشارع دلوقتي، إل ساغيت. الفيرب ده معناه يتوقف، ممكن أقول إل ستوب. دخل عندنا فيرب اسمه ستوب، وستوب بتتكتب اهي يا جماعه، ستوب بتتكتب ستوبي اهي، تمام. ممكن اقول ايل ستوب او ايل ساغيت، هم بيتوقفوا. الا باتيسري، باتيسري محل بيبيع بونبون، بيبيع جلاس، بيبيع الحاجات الحلوه، كرواسون، شوكولا. فسري قال لها ايه؟ جي اون بوتيت فام. قلنا بيجي في الامتحان حاجات زي دي، يشيل لي كلمة بتيت ويسألني جي نقط فان، ان بتي ولا ان بتيت؟ هنا هتبقى يا جماعة ان بتيت فان، أنا عندي أشعر بالجوع البسيط أو الخفيف. سا تدي خدناها في الوحدة الأولى، إيه رأيك؟ ان جلاس. الكلمات اللي ناقصة هنا إحنا ممكن نكملها من خلال هنا. أهوت يا جماعة قال لها إيه؟ جي ان بتيت فان، سا تدي ان جلاس، إيه رأيك في الجلاس؟ فردت قالت له بوني تي. نركز يا جماعه، يقول لي نقط ايديه، بون بي او ان بس ولا بي او ان ان او ولا بيان؟ لا هنا هتبقى بون ايدي، بون ايدي معناها جود ايديا. ست باتيسري، هذا الحلوان المحل الحلواني. ونركز يا جماعه، كلمه باتيسري ده معناها محل حلواني. طب الشخص اللي بيبيع فيه او الشخص الحلواني نفسه بنقول عليه ايه بالفرنسي؟ بصوا كده هي سهله جدا، انا هكتب نفس الكلمه اهو، اهو عملنا ايه؟ انا خدنا من اول البي لغايه الاس، ونحط في الاخر اي او اخ، باتيسيه باتيسيه باتيسيه. ولو انا عايز اقول الشخصه نفسها نقول او في الاخر، باتيسيير باتيسيير باتيسيير. تمام يا جماعه، نكبر الكلام عشان برضو الناس تكون شايفة أكتر. تمام، نحوله فرنسي معلش عشان الكتابة تبقى واضحة أكتر. تمام يا جماعة، فقال اون 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 فون بو اتر اون اونتر. هناخد النهارده الاون ده، الاون اون اون ده بنقول عليه سي او دي، برضه مفعول مباشر لكن انديفيني غير معرف، بيعود عن حاجه هم قالوها اللي هو انجلس، وانجلس مسبوقه بارتيكل انديفيني اللي هي الان، فشلناها وعوضنا عنها بالان. ان فون بو اتر هو ممكن يكون بيبيع، فون فيرب فونت بيبيع. ان انتر، انتر ندخل، فالفوندوز البائعه، ده بائعه. عندنا فوندوز المذكر بتاع فوندوز. عندنا بصوا يا جماعه نربط برضو بالفربين، عندنا فونتر يبيع، عندنا فوندور بائع، عندنا فوندوز بائعه. يبقى الفوندر فوندور فوندوز، والفوندر ده تروازيام جروب، يعني عايز اصرفه هناخد اول كاتر لاتر، اول اربع حروف في او ان دي، ومع الجوتي هنحط اس، لكن مع الاي والال والاو هنشيل الاس، بقت فون. جت النو مع الفو مع الكي والالفك اس، خدوا اول اربع حروف برضو، مره حطينا او ان اس، مره حطينا او زد، مره نحط او ان تي، يبقى فوندون فوندي فون. تمام يا جماعه مع بعض، فنكمل. فالبوندوز قالت له بونجور، فسري لها بونجور مدام، اسك اسك يعني معناها هل فو فوندي دي جلاس، هل انتوا بتبيعوا ايس كريم؟ فالبوندوز قالت له بيان سور ريغاردي، هنا عملت له كنوع من انواع الريسبكت الاحترام، لان هي ما تعرفوش، فتقول له ريكاردي بصوا لحضراتكم. ال الافيك اس ديت جايه على كلمه جلاس، هما
صن او هن صن تارتيزي. وصلنا مع بعض يا شباب ان هي بتقول ال صن تارتيزينال، معنى كلمه ارتيزينال معناها معمولين بطريقه حرفانيه يعني كويسين قوي. فوفولي كالبارفان، نركز مع كلمه بارفان كده معناها ريحه، لكن هنا معناها مذاق، وكلمه بارفان ماسكولان، فاخترنا كلب بايه ال واحده كالبارفان، فسر لها هو اليونا. الاون دي الاون جايه على الجلاس ا بكو، اليونا بكو، ده في كتير جدا. بكو كان اصلها اصل الجمله ايه، اليا يعني الايل، بعدين الاجراك ديت اللي هي الواي، بعديها ال اللي هو الفيرب، يبقى اليا بكو دو جلاس، فشلنا كلمه دو جلاس وعوضنا عنه بالاون، يبقى قلنا il y en a beaucoup. هم هم دي يعني تعبير عن الايه اللي هو المبسوط او الاكل. جي سيت جي سي زيت جي زيت جي زيت، انا متردد اونتر فريز الفراوله ولا الفانيل، فانيل فانيل الفانيليا. فجوليا واخده قرارها قالت موا جو فودري، جو فودري ده بنستخدمه للايه دوموند بوليمو طلب مؤدب. ان جلاس على انانا، جماعه نركز مع بعض في الامتحان بيجي لنا كده جو فودري ان جلاس نقط انانا، ويقول لي في الاختيارات بصوا كده عشان دي جايه جت كتير في كذا امتحان ومش بعيد يعني حاجات موجوده عندنا وسهله ان ممكن اجيب منها. جو فودري يقول لي جو فودري ان جلاس نقط فريز، حلو كده جميل جدا. يقول لي اختار يا باشا دو ولا دولا ولا الا ولا اه بس، احنا عندنا اربع اختيارات، يبقى الانسر بتاعتنا هتبقى الا. ليه يا مسيو مينا؟ عشان كلمه جلاس فامينا، فبقول ايه ايس كريم بالفراوله. طب لو انا شلت كلمه فريز وجبت مكانها انانا، يا ساعتها هتبقى هنا ايه يا جماعه؟ اه الا بس. طب لو انا شلنا كلمه انانا وجبنا مكانها شوكولا، ساعتها شوكولا تيجي دورها، يبقى ساعتها هتبقى شوكولا ماسكولان. ماسكولان ولا فامينا؟ لا ماسكولان يعني مذكره، فتبقى هنا او شوكولا. طب لو انا قلنا فانيليا، فانيليا، يبقى ساعتها هتبقى هنا يا جماعه الا فانيليا، الا فانيليا فانيليا. فصاحبنا قال ايه؟ جي زيت انتر فريز اي فانيليا. فقالت له جو فودري، جولي اللي قالت موا جو فودري ان كلاس على انانا افيك دو لا شونتي. احفظ كلمه شونتي اللي هو كريم شونتي، مالهم ماذا ده؟ فامينا مؤنث، اخرها مش حرف الاو لكنها مؤنث مهمه، يبقى دو لا شونتي. سيل فو بلي يعني من فضل حضرتك. فالفندوزه قالت لها فوالا تفضلي مادموزيل مادموزيل. فجولي قالت لها ميرسي مدام. فسيل قال لها اي موا، وانا عايز ان جلاس قلنا اهي بصوا على فاني افيك دي بيبيت دو شوكولا. كلمه بيبيت معناها قطع شوكولا. فالفوندوز قالت له او ديزولي اسفه جو ني با، وحولنا الدي بلوريال، الدي بلوريال لدو دو ارتيكل بارتيتيف اداه التجزئه اللي هي دي دو لا دلع بصرف دي، وهنتكلم عنها في الجرامير لما اشرحه، بنحولها لدو. بيبيت ما عندناش بيبيت بصراحه. فقال لها الوغ على فاني، ممكن فاني اي على فريز يعني فانيليا بالفراوله. فقالت له تري بيان فوالا. فسال سؤال عن السعر بيجي في الامتحان، يقول لي سا نقط كوم بيان. في الامتحان ما بيسيبش جزئيات زي دي، يقول لي في الامتحان يقول لي يا اما يقول لي نقط في كوم بيان. حلو يا شباب في كوم بيان، يقول لي اختار يا باشا سو ولا صا ولا اس ابوستروف ولا مثلا سي كده. يا جماعه هنختار هنا صا، ده ضمير برغونو، برغونو انديفيني ضمير تمام بمعنى هذا تكلفته، لكن سو او سا ابوستروف او سي دي ادجكتيف، والادجكتيف لازم يجي وراها نو، لازم يجي وراها اس. واقول لك مثلا سو ليفغ هذا الكتاب، هقول سي الجمع اللي هي سي دي، هقول سي كلاس يعني الايس كريم ده، يبقى سو او ساب او سي سو دي او سي دي او سات، هكتبهم لكم برضو يا شباب دو سو سات سا
set say دول بنقول عليهم adjective demonstratif صفات إشارة يجي نقول كده بالفرنسي بلس نون لازم يجي وراها النون. مثال هقول سو ليفغ هذا الكتاب، هقول ست جلاس تمام. طب سا ابوستروف تيجي امتى؟ تيجي مع فيرب تو بي، فيرب اتر اللي هو الاي، يبقى سي بمعنى زيز از او زيز. طب الجمع بتاع سي هيبقى سو كده سون، سي سو سون. طب في سؤال تاني للسعر؟ لو قال لي كده في الفرنسي قال لي نقط ايه كومبيان، اول ما نلاقي يا شباب ايه كومبيان كده فيرب تو بي فيرب ات هنختار على طول سي ابوستروف. يبقى انا عندي سي كومبيان او سا في كومبيان. طب من المناسبه دي نتكلم عن فيرب كمان عشان نكون خلصنا من حته السعر، فيرب اسمه كوتي. فيرب كوتي ده معناه كوست تكلفه. الفيرب ده ماله؟ الفيرب ده بيتغير شكله، لو كان اللي بيتكلم عنه مفرد هنقول كوت كده، لو كان اللي بنتكلم عنه جمع هنقول كوت كده. بلاقي غلطة يا شباب والاقي الحاجة جمع والاقيها كوت مكتوبة كده، يا جماعة ده فيرب ده كده تصرف مع التي وليس مع الجمع. الجمع يبقى إلافيك إس تبقى كوت بالإي إن تي. تمام يا شباب؟ ناخد مثال، هقول مثلا سو بونتالون البنطلون يعني، ساعتها ده ما هنا ماسكيلين سنجلي مفرد مذكر تبقى كوت كده، ونقول السعر اللي انت عايزه. طب لو انا قلت سي بونتالون البناطيل هتبقى جمع هتبقى كوت. ما نختارش بقى يا جماعه، ما نختارش كده بقى، لا نختار كوت دي. تمام نكمل مع بعض. ال هي سريل سالها صافي كومبيان سيلفو بلي، فقالت له 5 يورو 5 يورو. فلا فوالا او روفوار مدام، فقالت له او روفوار بون ابغي ميدي يعني جود افترنون. فسريل لها جو بو جوتي يعني اي كان تيست ادوق تا فاني تا باردون تا شونتي الكريم شونتي بتاعك. فقالت له نو مونج با تو. هنا نو مونج با هنا امبراتيف في النيجاتيف الامر مع النفي، وهنا نو مونج با تو ما تاكلش كله. نركز يا جماعه اوبسيرفي افيك موا. عندنا كلمه جورمون دي ادجكتيف صفه معنى الشخص اللي منجب كوب بياكل كتير. الفامينات بتاعتها جورموند 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 حطيناها اوي في الاخر. عندنا كلمه وجبه او وجبات، كلمه وجبه اسمها غبا اخرها حرف الاس. طب دي كده مفرد ولا جمع؟ هتبقى مفرد وجمع. لو انا عايزها مفرد هقول ان غبا او سو غبا او لو غبا. طب لو انا عايزها جمع هقول دي غبا او سي اللي هي سي او اس او لي اللي هي ال او اس. اميز ازاي ما بين اللي هي سانكولييه ولا بلوريال؟ من خلال الفيرب اللي هيجي وراها. هنا فيرب تو بي فيرب اتر اي، يبقى ساعتها اخترنا سو. طب لو كان هنا سون يبقى اخترنا سي. من هنا نتكلم عن ان اليا كاتر ربا دون لا جورني او دون في اليوم نفسه. في عندنا كاتر ربا في المتان، متان في المورنينج، ابغي ميدي او ميدي في الظهر، عندنا ما بين الساعه 4 للسانك، وعندنا سواغ بالليل. في المتان بناخد حاجه اسمها بوتي ديجيني، بوتي دي جوني فطار، ابغي ميدي او ميدي عشان في فرنسا بناخد بنتغدى في ميدي ساعات، بناخد اون برون لي ديجيني بناخد الغداء. عندنا من 4 ل 5 بناخد جوتي اللي هي ستيك تصبيره، في السواغ بناخد ديني ديني. نلاحظ يا شباب كده ان الكاتر ربا الاربعه دول ماسكولان مذكرين ياخدوا لو 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 لو. طب عندنا كلمه جوتيه اللي احنا قلنا السناك، في كلمه تانية وساعات بيلعب لي فيها اسمها كولاسيون. كولاسيون هي نفس الميني. طب كلمه جوتيه كده في السيتواسيون في المواقف يقول لي جوتي سكوا، يعني كلمه سكوا او كاسكو سي ده ايه يعني؟ فالجوتيه ده اللي بيقول عليها السناك وجبه خفيفه، وكلمه وجبه واخدينها اسمها غبا، وكلمة خفيفة اسمها ليجير ليجير ليجير. طب الجوتي دي بناخدها امتى؟ اونتر ديجيني ما بين الغداء والديني والعشاء. عايز اقول انا في الفطار في الغداء كلمة في كل طول الغباء كل الوجبات بتاخد او اللي هي في او بوتي ديجيني او ديجيني او جوتي او ديني، ما عدا كلمة كولاسيون لان احنا قلنا في البريفيزيون ان ان اي حاجة فيها سيون فمينا مؤنثة يبقى هنا الا كولاسيون. شرحنا في الدوكيومون حاجه اسمها لا جي اون بوتيت
بام، انا عندي اشعر بجوع بسيط، فزي اكسبريشن كده اكسبريسو اسمه افوار فام. افوار فام يعني فولوار مونجي، يعني يريد ان ياكل. وفام ده انا كاتب كده ان هي ان نون فامينا يعني اسم مؤنث. طب عايز اقول جوع بسيط هنقول افوار اون بتيت فام، جعان جدا هقول افوار تري او كلمه جران فام. طب عطشان افوار سواف، سواف وكلمه سواف يعني فولوار بواغ، عايز يشرب. يجي في الامتحان يقول لي ايه؟ تي فودري بواغ، فودري بواغ يعني انت عايز تشرب. فتيجي تقول ساعتها هتقول فان ولا سواف؟ هتقول جي سواف، عطشان. تمام يا شباب، عايزين نركز ما بين كلمه بواسون، بي بقول بوا بوا بواسون، وما بين كلمة بواسون، بواسون. نفتكر مع بعض، اللي نازلة لتحت زي الصنارة بتصطاد سمكة، اللي نازلة لتحت صنارة بتصطاد سمكة. وسمكة في العربي مؤنثة، فمينا في الفرنسي تبقى ماسكولا مذكرة، تاخد ان لو دي. لكن بواسون اللي طالعة على الفوق زي الشاليمو اللي بنشرب منه يبقى مشروب، ومشروب بالعربي مذكر في الفرنسي فمينا مؤنث، تاخد ان ولا وست. تمام يا جماعة؟ عندنا كلمة خبز اسمه بان، 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 بي برضو تقيلة أو بي. وعندنا حمام اسمه بان، نفس الكتابة بان وبان، بان، بان. تمام؟ وعندنا نوع من أنواع الخبز اسمه، عندنا باجيت، باجيت، باجيت أو توست أو تختين. والشخص اللي بيبيع ده بنقول عليه خباز، بنقول عليه بولونجي، بولونجي. والشخصة اللي بتبيع بولونجير، المخبز اسمه بولونجوري، بولونجوري، بولونجوري. عندنا المنتجات أو المواد، كلمة مواد اسمها برودوي، برودوي. وكلمة برودوي ديت مسؤولة مذكرة، عايز أقول منتج سكري هقول برودوي سكري، منتج لبن من اللبن هقول برودوي لتيه، منتج من الحبوب هنقول برودوي سيرياليه، منتجات بحر هنقول برودوي دو لا ميغ، منتجات مجمده هنقول برودوي سور جيلي. ونركز مع بعض، سكري وليتيير، ليتيير وسرياليه ودو لا ميغ وسور جيلي ماسكولان. برودوي سكري زي مين؟ زي مثلا نقول شوكولا، جلاس، كونفيتور، ميل، عسل، جو، عصير، وهكذا. عندنا كلمه ماتيير ماده، بس تيجي مع كلمه جراس دهنيه، مواد دهنيه. تمام؟ زي كلمة بيغ زبدة، زي كلمة ويل زيت. كده يا شباب احنا قرينا مع بعض الدوكيمو ديت وعرفنا الحاجات المهمة فيها. تمام؟ نكمل مع بعض في ليسون 1، بيتكلم عن بارلي دي زاليمو اي دي بواسون. بيقول لي هنا لي زاليمو اي لي بواسون، المأكولات والمشروبات. نوضح مع بعض الكلمات اللي موجودة في الكتاب، الكلمات دي موجودة في باج 24 عشان كتاب مهم برضو. عندنا 24 بيقول لي لو فروماج، اي كلمه فيها اج ماسكولين ما عدا باج بلاج كاج. لو فروماج جبنه، لو بيغ برضو اخرها حرف الاي لكنها ماسكولين زبده. لي زو تيجي تقولوا لي الاف والاس مش بتتنطق، اقول لك اه. طب لو انا شلت حرف الاس هيتنطق اف، اف، عشان حطينا الاس يبقى او. لي زو بيض. عندنا لي ياقوت، ونركز مع بعض ان كلمه ياقوت بتبقى بحرف ايجريك، وحرف الايجريك هنا سيمي كونسون مش هيبقى فويل، هيبقى لو 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 او دي دي دي. لو بولي فرخه، لا فياند لحمه، لو بواسون سمكه، لو ري رز، لو سوسيسون، سوسيسون اللي هو السجق، لو بات با بات مكرونه، لو لونتي عدس، لو غيزان عنب، لا بوم. وكلمة بوم لو انا حطيت لها كلمة دو تيغ معناها بطاطس، هنلاقيها تحت موجودة. لا فريز فراولة، لا نانا او اناناس ممكن اقولها الاثنين. لورانج كلمة اورانج فامينا عشان اخرها حرف الاو. الام ديت يا شباب معناها ماسكولان، والاف ديت معناها فامينا. لا طومات فامينا مؤنثة، لافوكا افوكا، لا سالاد، لا بوم دو تيغ، la carotte carotte, le pain la confiture يعني مربى، les biscuits 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 biscuits, le chocolat le soda le coca cola, le café le café le thé,
تحت ايه؟ لو. امسك كلمة او، كلمة او يا جماعة مية. ونكمل مع بعض يا شباب. قلنا ان كلمة او كلمة فامينا معناها مية، فنركز مع بعض ان بيجي وراها مثلا كلمة شود سخنة، مثلا فرواد باردة، جازوز يعني مية غازية. جو دي فغوي هوريها لكم دلوقتي حالا. جو دي فغوي عصير فاكهة. لو. لو سيرو مشروب سكري. لو تي. لو لي لبن. لويل. ونيجي نبص كده نجمع الكلمات برضو يا جماعة عشان وقف، يعني انت دلوقتي دورك في الريفيجن توقف كده الفيديو على مثلا على السلايد دي دلوقتي معايا، واقرأ كلمات يعني ركز معايا فيها. عندنا كلمات بتاخد دي او لو، اللي هي توضع امام اسم شيء قابل للتجزئة مفرد مذكر، زي دي بان، دي بولي فرخة، دي بواسون سمك، دي سوسيسون اللي هو السجق، دي شوكولا، دي كافي، دي سوغو. عندنا دي لي، دي فروماج، دي بور، دي ريزان، دي صودا، دي جو، دي تي. طب دولا بتيجي امام كلمات قابلة للتجزئة عشان ارتيكل بارتيتيف، وبتكون مفرد ايه مؤنث، زي دولا سالاد، دولا فيوند لحمة، دولا فريز، دولا كاروت، دولا بوم. عندنا دولا طومات، دولا بانان، دولا كونفيتور مربى. طب ودي على ابوستروف تيجي امام بدء بحرف فويل، دول ويل زيت، دول انيون اونيون بصل، دوليف اوليف زيت. عندنا كلمة دولونك حبر، مش علينا يعني مش تبع الوحدة بس نعرفها برضه، دولونك حبر. عندنا كلمات تاخد دي الجمع، زي مثلا دي فغوي فاكهة، دولونتي معناها عدس، دي بات مكرونة، دي بسكويت معناها بسكوت. من هنا يا شباب هنتكلم عن حاجة اسمها ارتيكل بارتيتيف. كلمة بارتيتيف جاية من كلمة بارت جزء، بارتيتيف تجزئة، ارتيكل بارتيتيف. احنا كده عندنا ارتيكل انديفيني اللي هي أداة النكرة، اللي هي الاي والان بالانجلش، بالفرنسي اسمها ان وان ودي. وارتيكل ديفيني اللي هي ذا بالانجلش، عندنا أربعة، لو، لا، الا ابوستروف وليه. النهارده بنتكلم عن نوع جديد اسمه ارتيكل بارتيف، وهي بالانجلش معناها سم، اني، حبه، جزء. وهما الفرنسي كاتر، اللي هما دي، دولا، ده اللي ابوستروف دي. دي بنحطها افون لي زاليمون، قبل الاكل، لي بواسون مشروبات، لي زاكتيفيتي مع فيرب فير، بفتكر في اليونيتي 1. الدي تيجي مع كلمه ماسكولان سانجوليي مفرد مذكر، دولا تيجي مع فامينا سانجوليي كلمه مؤنثه، دي الابوستروف كلمة سانجلي كومون فاغ فايل، بدأ حرف فايل زي الا والأ والاي والاو واليو اللي هي الاي. ودي تيجي مع البلوغية. أي كلمة يا شباب آخرها حرف الأ حرف الاي بتبقى فامينا تاخد دولا أهي، ما عدا يبقى دول مهمين، ال 11 كلمة دول مهمين. دي تي شاي، دي نسكافيه، دي فروماج، دي سكر، دي بوافر، بوافر يعني معناها فلفل، دي كونكوم خيار، دي كافيه، دي ديابولو مونت، ومونت لوحدها نعناع مؤنث، دي بيغ زبده، دي فينيجر، فينيجر معناها خل، دي ليجيم، ليجيم معناها خضار. بيقول لي هنا ايه لو مو كي ني سو ترمين باغ، يعني الكلمات اللي مش اخرها حرف الاو صم ماسكولان بتاخد دي، يعني اي حاجه مش اخرها حرف الاي بتبقى مذكره معروفة دي، صف ما عدا كلمة او، يعني أنا لسه كنت قايلها هتشوفوها يا شباب دلوقتي، نقول عليها دول أبوستروف أه لكن هي فامينا. الأدجكتيف اللي هتيجي وراها بتبقى فامينا، مثلا عايز أقول مية سخنة يبقى او شود، مية باردة، او فغواد، ماء غازي أو كده اسمها او جازوز. طب لي مو كي كومونس باغ لا لاتر فويل تاخد دول أبوستروف ما عدا ياقوخت، ياقوخت بتاخد دي. من هنا لازم نتعرف على الفيرب اللي انا بستخدمهم، بستخدمهم دي معاهم ارتيكل بارتيتيف. الافعال، افعال بتعبر عن اللي انت بتاكل، بتشرب، بتشتري، بتستهلك، بتعد، بتجهز، بتعمل حاجه اكتيفيتي فيها، بتستخدم فيها جزء من الحاجه دي، زي مثلا فيرب مونجي ايت ياكل، مع جو مونج، 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 مع تي والإي والإل هنلاقي الفيرب، الفيرب في الصفه دي كده والعمود بتاعه كده مع كل البغونو. نلاقي المونجي مجموعة أولى مفيش مشاكل، نحط الأ أ إس أ وأن إس زد وأن تي، لكن مع النو
حطينا حرف ال E قبل ال O عن S عشان النطق بتاعنا، يبقى مونجو. هنطقوا جومونج تيومونج إل وال إل وال أو مونج نو مونجو فو مونجي إل وال إل افك إس مونج أو إل مونج وإل مونج. فيرب أشيتي بمعنى يشتري. أشيت 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 أشيتون أشيتي أشيت. لاحظنا إن اللي عند ال E اللي بين الش وما بين الت اللي بين السي اتش وما بين التي حاطين اكسون جراف عشان يتنطق اشي اشات واشات مع جو مع تي برضو مع يقول ال والاو ومع تي والال افيك اس، لكن النو والفو ما حطيناهاش. وهو بريمي جروب برضو. بريباري جاي من كلمه بريبير بيعد. بريبار 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 بريبارون بريباري بريبار. عندنا كونسومي معناه بيستهلك برضو مجموعه اولى كونسوم 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 كونسومون consume consume. عندنا commande 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 معناها بيطلب حاجه في المطعم في الريستوران. commande 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 commandant commande commande. عندنا apporter معنى بيحضر شيء بيحضر شيء لحد. apporte 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 apportant apporter apporte. نكمل مع بعض. انا عندي من اول 1 لغايه 6 من اول ان لغايه 6 ده برمي جروب. عندنا 7 verb prendre take او have ياكل يتناول مع جو مع مع جو تي والاي والال. خدنا اول 5 لتر البي ار او ان دي وحطينا اس مع جو اس مع تي ما حطيناش حاجه مع يقول ال يبقى برون برون برون. جت النون خاص والفو والاي والاس والاتك اس شلنا حرف الدي بعدها اون اس زد بعدين ان او ان تي يبقى برينو بريني برين. verb vendre لسه كنت قايله معناه بي 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 بيع عكسه اشتري بيشتري. فون 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 فوندون فوندي فون. عندنا بوار يشرب بوا 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 بي فون بي في بواف. عندنا فولوار يعني وونت يو ريد فو 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 فولون فول فول. اقول تاني فو 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 فولون فولي فول. ناخد اكزامبل جي برون يعني انا اي تيك او اي هاف انا اتناول دي كرواسون اي دي لي كرواسون واللبن. Je mange de la viande et des pâtes. Il vend au bibi du riz rose. يقول لي ايه يا شباب؟ on negative في النيجاتيف على فورم النيجاتيف في النفي اللي هو النو والبا الارتيكل بارتيف اداه التجزئه. يعني انا خلاص انا بقول je mange du riz انا باكل حبه رز عايز اقول ما باكلش اداه التجزئه اتشالت يبقى دي فيان بتبقى دو او ده ابوستروف. Je ne mange pas de riz. Il ne prend pas de salade. يقول لي هنا يا شباب لو في فيربين في الجملة سي دو فيرب لو برومي فيرب كونجيجي لو دوزيام فيرب اي على انفينيتيف يعني الاولاني بيتصرف الثاني بيبقى في الانفينيتيف في المصدر او نو كونجيجي زي الوحدة الأولى زي ما قلت لكم واللي اتفرجش عليها يدخل يتفرج عليها. إيليم بروند إيم وبروند. طب أنا الفيوند دي لحمة جاية لمين؟ لبروند ولا إيم؟ هتيجي طبعا لبروند هتاخد أرتيكل بارتيف هتبقى دولا فيوند. طب لو في الجمله فيربين الاولاني نيجاتيف اللي بيتنفى الثاني لا. لو الفيربين مستقلين عن بعض لان كل فيرب ليه معنى ليه مينينج مش هيحصل اي تغيير في الارتيكل بارتيكيف. لكن في الفيتير بروش في الفيتير بروش فيوتشر وبصير صوم في الماضي الحديث هيتغير الارتيكل بارتيكيف لدو. هقول جينيم با مونجي دي ري. هقول ايل نو بريفير با غوتي دي ميل عسل. في الفيتير بقى Nous n'allons pas vendre, يعني نحن لن سوف لا نبيع de vinaigre. Il vient de manger de riz. هو لسه حالا هو ما اكلش رز. مع افعال الجو الفيرب دي جو افعال الميول اللي هي يحب ويكره ويعشق ويفضل وادميري بيعجب. اون يوتيليز لارتيكل ديفيني لانك قدرت تستخدم هنا قاعده عامه. انا بحب السمك اون جنرال السمك مش باكل جزء من السمك او حته سمك. انا بقول جيم لو بواسون. تي ايم لو صودا انت بتحب الصودا عموما. ال دي تيست لا كونفيتور. وطبعا في النيجاتيف ما بيتغيرش الارتيكل ايه ديفيني. هقول ايل نيم با لو بولي ايل نادور با لو كافي. يقول لي هنا يا جماعه سيل يا ان ادجكتيف بريسيدون لو نوم بلوريال اون يوتيليز با دي مي دو. يعني لو في الجمله في مثلا الصفه اهي الصفه دي جمع جت قبل اسم جمع ما ينفعش اقول دي الجمع دي ما ينفعش اقول دي بون ربا. لو جت صفه جمع ادجكتيف بلوريال مع اسم بلوريال هتيجي دو دي. مثال مامير اشيت دو بون فروي وممكن دي تيجي في الامتحان جدا.
يجي في الامتحان كده يقول لنا كده، بصوا يا شباب، يقول لنا كده ايه مامير بريبار، ماما بقى بتعمل نقط جرو جاتو، جاتوهات ضخمة، يعني ماما بتعمل جاتوهات ضخمة. يا ترى اختار دي ولا دي ولا ليه ولا دو؟ طبعا هلاقي يا شباب اغلبكم اختار دي جمع، عشان جاتو جمع، وقال لك برافو، احنا قلنا الجمع هنا اخره اكس، انت كده شابوه انك افتكرت ان جاتو هتتجمع باكس، لان اي كلمه اخرها او بنحط لها اكس في الجمع. لكن جت مشكله، جت جرو، جرو هنا جمع، جمع كلمه جاتو، يبقى ساعتها هنختار دو ثابته اللي هي دو دي. تمام يا جماعه؟ يبقى ماما بتعد جاتوهات ايه ضخمه. عندنا بيقول هنا ابغي لي زادجكتيف كونتيتي مع صفات الكميه او ظروف الكميه بكو ترو او سي ان بو كومبيان كيلو لتر جرام مورسو بوتي باكي باكيت يعني فيان دو او ده ابصر بكو يعني كتير ترو جدا او سي يعني قدر كافي ان بو قليل كومبيان كم عدد كوي كيلو ولتر جرام معروفين مورسو يعني قطعه بوتي يعني زجاجه باكي يعني باكيت بيجي معايا بعديهم ده او ده ابوستروف مثلا جو مونج بكو دو ري انا باكل اكل كتير من دو ري علي بغون ان بو دو صودا يعني ياخد قليل من هذا بقول قليل من كثير من تمام لكن لو جت الفيرب ديكو مع كلمه بكو هنا بيكون معناها جدا وليس كثيرا شوفوا الجملتين دول هنا جو مونج بكو دو ري هنا مونج ياكل وبكو هنا معناها الوت اوف يعني كثير من لكن هنا إيليم بكو يعني معناها very جدا لسغوي إيليم أم بو لصودا يبقى مع الفرب إيمي أو أدوري أو دستي لو جالي كلمة بكو أو جالي كلمة أم بو أو ترو أو أسيب تيجي من غير الدو كده يا شباب احنا كده دخلنا في اليونيتي دو وعرفنا الدوكيمو بتاعتها عرفنا الاليمو والبواسون عرفنا كمان الارتيكل بارتيكيف وعرفنا كمان الملحوظات اللي انا قلتها. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن بغنو اون بالتفصيل مع بغنو ايجريك اللي هو في الوحده الرابعه وهنتكلم عن شي حرف الجر اللي هو بمعنى تو وهنتكلم كمان عن باسي كومبوزي فانا هدخل الجرامير كله في فيديو واحد هيبقى افضل يعني ده كده جزء من الجرامير بتاع اليونيتي 2. ما ننساش يا جماعه اللايك والشير بتاعنا عشان القناه تكبر. ويوصل لأكبر عدد من أصحابنا ونبعته لأصحابنا شير كده لأصحابنا. يلا مع السلامة، باي باي. معاكم كان معاكم مينا سامح بروف دو فرونسي دي طنطا.